الحمد لله حياكم الله أيها الإخوة والأخوات نتكلم قليلا عن زكاة عروض التجارة إذا حل موعد الزكاة يقوم التاجر المسلم بجرد موجوداته التجارية من البضاعة المعدة للبيع ويضم إليها ما لديه من النقود ويضيف إليها الديون مرجوة السداد ويطلع على العموم واحد في الأربعين اثنين ونصف في المية خمسة وعشرين في الألف هي النسبة واحدة يقوم التاجر ثروته بالسعر الحالي في السوق أيا ما كان لا سعر الشراء ولا ما يتمنى أن يبيع به السعر الحالي يبيع جملة سعر الجملة يبيع مفرق سعر المفرق يبيع بالنقد سعر النقد يبيع بالآجل بسعر ال... وهكذا ويجب على أصحاب المحلات أن يحصوها إحصاء دقيقا ويحتاطوا بإضافة شيء حتى لو كان نسي حاجة أخطأ في الحساب طبعا الورش الآلات <applause> المعدات ما فيها زكاة المحلات الرفوف الثلاجة ميزان البضائع ديكورات، ما فيها زكاة أدوات النجارة والحدادة ما فيها زكاة أه، ورش السيارات فيها رافعات فيها آلات معدات مخارط ما فيها زكاة لأنها ليست للبيع هو سيأخذ أجرة فكل ما اعد لل... ما اعد للبيع فهو يحسبه <applause> اسطوانات الغاز في اشياء للبيع في اشياء للاستبدال عند حساب نصاب عروض التجاره تضم البضائع بعضها الى بعض المعيبه الكاسده قد يكون سعرها نازل حسب سعرها كم يمكن ان يبيعها الان؟ مهما كان قليلا يحسبه تضم الارباح الناتجه عن التجاره الى عروض التجاره وتزكى في اخر حول الاصل يعني حول التجاره راس المال الاصلي مهما طلعت ارباح اثناء السنه تضم كلها اليه لانها ناشئه منه وحولها حول اصلها وأما بالنسبة للمباني السيارات سيارات المصنع مباني الشركة مولدات أثاث أجهزة الحاسب ما فيها ليست معدة للبيع ما فيها زكاة إلا إذا أعدت للبيع إلا إذا أعدت الشركة للبيع المصنع للبيع خلاص يصير هو عروض تجارة والأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا بعد تقويمها <applause> و اجاز بعض العلماء اخراجها من العروض اذا كانت تنفع الفقير بطانيات ثلاجات اما واحد يبيع نجف مثلا يبيع اثاث مكتبي اشياء التي لا يستعملها الفقير ولا يحتاج اليها ما نعطيه والاولى والافضل ان يعطيه نقدا وهو يعني الفقير يتصرف